النهارده رايحين انا واصحابي حفله مختلفه جدا، راقيه جدا، شياكه ورقي وجمال وميوزك تنضف الودان كده وكلاسيكيه وراقيه في دار الاوبرا. رايحين لحفله صديقتنا الهاربست المعروفه منال محيي الدين، عامله حفله في المسرح الصغير. رايحين انا واصحابي وهنقول لكم الاحداث كده اول ما اول. هنتسلل ونروح لمنال محيي الدين في الكواليس. تعالوا. حفلة تحفة، ربنا يخليك. احكي لي اولا عن تشجيعك للكرو اللي معاكي، الناس اللي طالعه تعزف معاكي، وانت ازاي يعني مديه لحد كل حد فرصته. انا لما باجي افكر في حفله بفكر الاول انا هعزف ايه او هخلي الستايل الحفله ايه. هل هخليه كلاسيك ولا هخليه مثلا انامل شرقيه الفرقه والشرقي بقى وكده. اوكي. فانا الحفله دي قررت ان انا عايزه اخليها كلاسيك. كان بقالي كتير ما عملتش حفلات كلاسيك يعني بالقوه دي. ايوه. وبعدين بحط لها عنوان. أيوة. العنوان بيبقى مثلا زي هارب اند فلوت وذ كوارتيت سترينج كوارتيت. فكي شفره الكلام بسرعه. الفلوت ترجمي بس عشان الناس. انا فاهمه. انا هو اسمه فلوت. أيوة. يعني مش هخترع يعني اللي بعد كده. هو اسمه اللي بعد كده بقى. والهارب اسمه هارب. الهارب عارفين الفلوت والهارب. الحفله بتاعتي بقى هارب. تمام. اوكي. سترينج كوارتيت ده اللي هو الرباعي الوتري اللي كان بيعزف معايا ده. أوكي. ده اسمه رباعي وتري. رباعي وتري. سترينج يعني اوتار. أيوة. كوارتيت يعني اربعه. كوارتر بالظبط. سهل الكلام مترجم نفسه. انتي متعلمه. حلوه. طب حلو. امال ليه؟ لا حلو. انت بتتمرني كل شهر؟ لا انا بتمرن المفروض كل يوم. كل يوم. أيوة. حتى لو ما عندكيش حفله. المفروض زمان كنت بعمل كده، دلوقتي عشان انا مشغوله قوي ومش بقدر اتمرن كل يوم، بس المفروض اتمرن كل يوم في البيت. الهارب ولا ايه؟ الهارب ما شاء الله حجمه فظيع. في البيت بتتدربي كل يوم؟ بتمرني كل يوم. انا اتمنى ان انا اعمل ده، بس انا للاسف عشان مشغوله فمش بقدر اعمل ده، مش بقدر اتمرن. لكن قبل حفلتك شهر بقى. عندي حفله. يبقى عندي حفله كده من النوعيه دي. تقيله كده. لا طبعا لازم، لانه العضلات ما تستحملش. يعني انا حسيت ان ايدك خلاص على الاخر. صح بتمرن انت، بس انت المفروض تعملي حاجات للقصر. لا المفروض اعوم، لانه الظهر المفروض العب رياضه يعني، اروح الجيم وكده بس. طبعا. طب والحفله الجايه بقى على بال ما الكتف كده تعافى والحفله الجايه انا بكره على طول وبعد عادي. لا بس مش حفله كده، بس قصدي يعني عادي يعني بس ما بتكرريهاش. بس بصي ايديا مثلا، بصي صوابعي. ما ينفعش يبقى عنده ضوافر عازف الهار. لا ما ينفعش. بس بصي صوابعي كلها جلد. أيوه. ميت ازاي. ايوه. من العزف. من العزف. انت من اي حاجه صعبه، بس هي تحفه. بس انت من اي حاجه يعني يعني ما نقتش بقى، هي جت كده. انت حبيتي الهارب؟ انت بقالك كام سنه يا منال؟ يعني دكتوره منال فنانه. انا بقى مش خلاص يعني مش عايزه نلعب نله بقى. قولي لي بقالك كام سنه من غير ما انا مش بنعد عمر. لا لا ما هقول لك بالظبط. انا بقالي دلوقتي 42 سنه. 42 سنه ايه بعزف في عيني كده. الحفله تحفه. عشان ابتديت سن 10 سنين. ايوه ايوه. انت لازم تحسبي. احسبه بقى. اجمعي وبيد واحد بالظبط كده.